ربما مرت بكم مشاهد في الدراما تصور رحلة مواطن لإنجاز معاملة بمصلحة حكومية يلزمها الأختام والطوابع والتوقيعات، وطلع الدور الفلاني للموظف العلاني المحاط بمئات الملفات والأوراق، وتأخذ المعاملة وقتاً طويلاً حتى تنتهي. هذه المشاهد هي وصف بصري لمصطلحنا البيروقراطية، ويعني حرفياً الحكم بواسطة المكاتب. وكان أول من بحث فيها عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر في ثلاثينيات القرن الماضي، والذي أراد أن يخلق تحفة إدارية مبنية على التسلسل الهرمي الواضح من الأوامر، موظف له مدير فوقه، وفي قمة المنظمة يوجد رئيس يشرف على البيروقراطية بأكملها، وتقل السلطة كلما اتجهنا إلى الموظفين في أدنى هذا التسلسل، والعمل مقسم، كل مجموعة تعمل في اختصاصها، ثم هناك إجراءات القواعد الرسمية، وهي تبلغ الموظفين بكيفية التعامل مع مهام العمل، وليس لهم حق مناقشة التعليمات، والجميع دائماً يتبع نفس الإجراءات. إذن هدف البيروقراطية من الأساس ليس سيئاً، بل على العكس، كل حكومة تحتاج إلى البيروقراطية لكي تخدم مواطنيها. فمثلاً الحكومة الفيدرالية في أمريكا توظف ما يقرب من 2,800,000 موظف في بيروقراطيتها حسب إحصاءات مكتب إدارة الأفراد الحكومي لعام 2011، لأنها وسيلة لتنظيم أعداد كبيرة من الموظفين للعمل بشكل إداري لا يتجاوز أحدهم مهام آخر. ولكن التحول السلبي جاء مع مرور الوقت في الدول الأقل تقدماً أو التي ينتشر فيها الفساد، فتحولت لروتين قاتل وسبباً في الشكوى من الأنظمة الإدارية وبطء سير العمل وانعدام الإبداع أو الإحساس بأهمية الوقت، مع التقيد الحرفي بقواعد تؤخر العمل والتوقيعات والإجراءات التي يمكن اختصارها بوسائل التقنية، وهو ما يدفع ببعض المواطنين لأساليب غير مشروعة للحصول على الخدمة بأقل جهد. أما بالنسبة لأثرها السياسي، فيعتبرها أستاذ العلوم السياسية في جامعة برينستون إزرا سليمان واحدة من المؤسسات السياسية شديدة الأهمية إلى جانب السلطات التشريعية أي البرلمان، والتنفيذية أي الوزارات، والقضائية، فالسلطة التنفيذية تقرر والبيروقراطية تنفذ. ويقول إنه في الدول التعددية الانتخابية يقتصر عمل البيروقراطيين غالباً على تنفيذ القرارات فقط، ولكن لأنهم خبراء في ميادين محددة يجد السياسيون أنفسهم مضطرين أحياناً لسماع نصائحهم، مما يجعلهم يؤثرون في قرارات المسؤولين الحكوميين، ويتجاوزون ذلك في الدول غير التعددية، إذ يمكن أن يستخدموا خبراتهم لتعطيل أمر ينوي وزير ما فعله لأنه لا يتماشى مع مصالحهم الخاصة، أو أن سياسة هذا الوزير لا تناسبهم فيعرقلون سير العمل. ومع انشغال الوزراء وعدم قدرتهم على مراقبة كل أمور وزاراتهم، فهذا يعني أن البيروقراطيين يتمتعون بصلاحيات تنفيذ أو عدم تنفيذ العمل. لذلك يوجد في عدد من الدول ديوان خاص أو جهاز رقابة إدارية يتابع عمل الحكومة وسير البيروقراطية. برأيكم، هل مراقبة عمل البيروقراطيين كافية لحل مشكلة البيروقراطية؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل لنا فولو، لايك وسبسكرايب.